السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما في قناة تجربتي الجميلة. صفحات اليوم غندخل معكم فيها واحد التجربة رائعة جدا أنا حيوانات عشتها بنفسي، وهو هذا الكتاب الإلكتروني اللي هو بديل كتب للهاتف القاعدة وكذلك الطابلت. يعني حيوانات الأطفال كتب لأي يلقوا حيوان متعة في التعلم، يعني التعلم بشكل لعبة رائعة، وهو هذا الكتاب بالصوت الإلكتروني. ديالها فقط خليكم معايا وشوفوا يعني الفيديو من الأول حتى الآخر، وكنتمنى أنكم تجربوه وتشوفوا الأطفال ديالكم. خليكم معايا. السلام عليكم البنات، كي دايره؟ لاباس عليكم. هذه هي الهديه اللي قلتها لكم في المقدمه ديال الاطفال، كتاب الكتروني. خديتها بواسطه جوميا. ديما لازم تقدا بجوميا، اللي بغى يعرفوا كيفاش الطريقه تقداو بجوميا معكم تقول لي في كومونتير باش نشرح لكم الطريقه المفصله. المهم هيك هي كتدير الثمن ديالها 4000 ريال طبعا، وكتخلص لي حتى لي فريزون. المهم جوميا دابا حاليا دايره اللي شرا اكثر من بياسه، يعني فوتي 300 درهم ديال المشتريات ديالك، كتخلصيش ليفريزو اللي هي 35 درهم، وقل من 300 درهم كتخلصي ليفريزو. المهم هذه شريتها ب 200 درهم، الوغ خلصت ليفريزو 35 درهم. دابا نحلها معاكم، انا بغيت نوريها لكم هكا مسدوده. طبعا المهم اللي كيتشري من عندهم اكيد كيحطوا لكم هذه ديال الملحه. المهم عندي العرام ديال الملحات، اللي بغى شي ملحه نصيفط عليه. ما علينا، هي هاد الملحه اصلا كنت ضمن لكم واحد الفيديو كيفاش تستافدوا من هاد الملحه. ما علينا، غنحلها لكم دابا يا البنات، خليكم معايا. كما كتشوفوا هو الكتاب الالكتروني، ها هو كما كتشوفوا هنا في الصوره، غتشوفوا الداخل ان شاء الله فيه بزاف المعلومات، فيه بزاف يعني الهديه اللي ممكن تعطيوها للاطفال هي هذه، يعني هديه تعليميه 100%، كتعاونوا على التركيز، تحسين القدره ديالو على الاستماع، وتنمي اللغات عنده. انا هدي الكتاب التعليمي فيه اللغه العربيه والانجليزيه. ان شاء الله نحلها معكم، يجي بهذا الشكل. هذه الكرتونه غادي نحل معكم الكرتونه دابا. كيجي معاهم هذا باش تشارجي، هو كتاب الكتروني يعني ضروري خصك تشارجا. كيجي معاهم هذا القلم، هذا اما ضروري تلقاه معاهم. من هذا كما كتشوفوا، هذا اللي كيخرج منه كل البوق هنايا، كيخرج منه الصوت. هذا باش تفيكسي الصفحه ديالتك. هذا هو الكتاب، غنحيد هذه. كما كتشوفوا البنات، هذا هو الكتاب الالكتروني. الحجم ديالو هنايا كاين 39 سنتيم، ها هو كتحلو الصفحه، عندو من صفحه واحد حتى الصفحه 13، هاي صفحة واحد. هنا كنفيكسيو الصفحة ديالتنا، نوريها لكم باش مزيان. هنا كنفيكسيو الصفحة ديالتنا، طبعا باش تستعمليه ضروري نشارجيو، ضروري خصو يتشارجا. هنايا كاينين البساط ديال الكلي يو اس بي باش غادي تشارجا، غادي نشارجوها البنات عاد ممكن اننا نقدروا نستعملوه، ضروري ما تشارجوها البنات. هذه اول حاجه غادي نديرها هي غادي نشارجي، باش نشارجي غادي ندخل هاد الكلي. هاد الكلي هذا غادي ندخلو هنا، هذا الشكل، وغادي نمشي نشارجو البنات. بالصفحه الاولى اللي هي هذه، غادي نبعد لكم مزيان باش تبان لكم الصفحه الاولى من الاول. ها هي هذه الصفحه الاولى اللي كتشوفوا فيها دابا. الصفحه الاولى قبل ما نديرو نشتغلو
ركزوا معايا البنات مزيان مزيان، حيت ضروري غتجيكم اسئله وضروري ركزوا معايا باش تعرفوا. قبل ما نشتغلوا اول حاجه خصنا نبركوا على هذا الرمز هذا اللي كتشوفوا هنا، هذا هو الرمز الاشتغال، كتلقاوه في البيسيات، كتلقاوه في التلفازه، كتلقاوه في اماكن كامله، هذا هو الرمز الاشتغال، غنبركوا عليه دابا. ايها الاطفال هيا بنا لنتعلم. صافي ملي دابا شعلات باش نتعلموا هاد الصفحه هذه اكيد خصنا نبركوا على هاد النجمه الخضراء، هاد النجمه الخضراء غنبركوا عليها بحال هكا. الاحرف العربيه هو اللي كيفسر لك اشنو كاين في هاد الصفحه هذه. دابا اي حاجه غادي نبركوا عليها هنايا غتعطينا الحرف وتعطينا كذلك الصوره اللي كتلقى قدام الحرف. مثلا غادي نبركوا هنايا عين، عين العنكبوت. هالصفحه هذه كما كتشوفوا هي صفحه فيها فقط اللغه العربيه، ما كاينش الانجليزيه نهائيا، يعني هنايا غادي نبركوا فقط على حروف هنا جي مثلا جمل، يعني كتبركي على هاد الدائره اللي فيها الصوت كتبركي عليها، وملي كتكملي كاع الحروف بالنسبه للطفل ديالك كيكمل كاع الحروف يمكن لي تطحي عليه اسئله. الاسئله بالنسبه للاسئله غنبركو هنا هذه علامه الاستفهام اللي هي اللون الاحمر. اين الحرف ذا؟ اين حرف ذا كيقول لك حرف ذا هو هذا اللي بركنا عليه. جواب خاطئ. يعني هو قال لك حرف الذال ماشي الدال، ملي بركنا على هذه فهو جواب خاطئ، كطحي على السؤال مثلا اين قال لك اين حرف تاء، كاين تاء وكاين تاء، خاصك تردي الصوت مزيان اش كيقول. نعاودو نكليكيو اين الحرف دال، هنايا دال. سؤال اخر اين الشجره، اين الشجره، هنا بالكم فين هي الشجره هنايا البنات كاين هنا. صحيح كما انت ذكي، اين الحرف واو، هنا قال لك حرف الواو، نقلب على حرف الواو شوفوا حرف الواو واو كاين لتحت تبركي. احسنت اين الحرف فاء، هو قال فاء انا غنغلط وندير الغين باش تشوفوا سمعوا. جواب خاطئ، اعيد المحاولة. كيبقى اعيد المحاولة، كان قال لنا حرف الفاء ياك. احسنت اين الفيل، دابا يا هذا بالنسبة للاسئلة، بالنسبة للصفحة اللي كاينة في التحت كاينة هادي أعطي الطفل الحليب، غنكليك هنا حيت هنا خاصة نحيدو هنايا حيت هنا حيت هنايا كنا باقي باكين على الأسئلة. غادي نجيو هنا نعاودوها من الأول ونبركو هنا أطعمي الطفلة، فهمتي يعني ملي كطرحي على الأسئلة ملي كتسالي خاص ضروري تبركي على هذا الخضر باش يمكن لك تجي الصفحة عاوتاني. غادي نقلبو الصفحة باش تشوفوهم كاملين. قلبنا الصفحة بحال هكا خاصك ضروري ولا بد انا كتبركي بهاد المقص هذا او هاد البانسا باش يبقى لك حافظ لك على نفس الشجرة. دير هكا شو كيفاش وغادي نبركو هنا الاحرف الانجليزية، فهمتي الاحرف الانجليزية خاصك تبركي دابا على هذا غادي هنا مثلا دبليو هنا شوفوا معايا هنا دبليو واتر هنايا عندنا ويو هنا بالنسبة للحروف الكاملة هنا اللي كتشوفوا هنا هما هاد الحروف كاملين غادي نبرك هنا هنا مثلا نبركو هنا my bike a circle a cake that I can eat
is candy that I can eat. هنايا الحروف كنمشيو للصفحه الاخرى. طبعا كاين الاسئله، بالنسبه للاسئله هما بلاصه الاسئله البنات ها هي هنا غنبركو. Where is the letter T؟ T قالك where is letter T؟ فين هو الحرف T اللي هي هادي؟ Right. جواب How smart you are. صافي. Where is the دابا غن جود باي. يعني سالينا بالنسبه للصفحه هذه، نمشيو للصفحه الاخرى حتى هي غنبرك هنا بحال هكا. غادي نمشي نبركو هنا. ايها الاطفال هيا بنا لنتعلم. هيا بنا لنتعلم، غنبرك هنا طبيعه الحال الارقام غنبرك هنا بالنسبه للرقم واحد. لا بغيتي بالانجليزيه كتجي هنا. دابا قالك واحد باللغه العربيه، بغيتي بالانجليزي كتمشي هاد السين ديال الكتاب. Children, let's learn together. كتبرك هنا كيولي يهضر بالانجليزيه. تبرك هنا 19 حفظ الحروف. فوالا. بغيتي العربيه كتبرك هنا. ايها الاطفال هيا بنا لنتعلم. صافي هنا كيدير لك العربية. سبعة فهمتي؟ تسعة. صافي يمكن سالينا من هاد الصفحة كنبركو هنا. مع السلامة. مع السلامة. كنمشي للصفحة الأخرى. الصفحة هادي فيها أيها الأطفال حيوانات. هيا بنا لنتعلم. كتبرك كالعادة مجموعة الحيوانات. كتاخذ أي حيوان؟ تمساح. تمساح بالصوت ديالو، يعني مثلا شد مثلا الفيل. كيحفظ الطفل كيحفظ الحيوانات، من بعد كطرح عليه الأسئلة. احذر الحيوان من صوته. من صوته دار لينا الصوت ديال الحصان ياك. يعني جاوب صح. أو غد البقرة. فين هي البقرة؟ هي هادي. صحيح. طب في الأول في الأول أطول عنق في العالم من هو؟ الزرافة. أكبر عنق في الأول ملي كي كتبركي على هادي وكتعرفيك وحاجة شناهي، من بعد كتخليه هو يطرح لك الأسئلة. خرجوا من الصفحة هادي. مع السلامة. ديما ملي كندخلو كنبركو هنا، وملي كنخرجو كذلك كنبركو تما. غنمشيو للصفحة الأخرى. هو في 13 صفحة هنا بالنسبة للفواكه والخضر كالعادة. غنبركو هنا. هيا بنا لنتعلم. هنا كنا بالعربية وكنا باللونجلي. بغيتي اللونجلي كتبركي هنا. أول حاجة قبل ما تبركي هنا خصك تبركي النجمة. خضار وفواكه. باللونجلي. Children, let's learn together. بطيخ مثلا. Watermelon. الكيوي. Kiwi. بغيت العربية كتبرك هنا. أيها الأطفال هيا بنا لنتعلم. دريان. عنب. السؤال أين الدراق؟ أين الدراق؟ قلب على الدراق هنايا. طبعا ملي كتكوني قريتيها كاملة كتكوني حاضر في كل حاجة فين كاينة. بس الدورة الدورة عاد المحاولة. نقلبوا عليها. الإجاز تفاح موز برتقال عناب ليتشي دراق. هاي هو الدراق. صحيح كم أنت ذكي. من ذكي. فاكهة التنين. فاكهة التنين. فاكهة التنين. تنين فين هو التنين؟ تنين نرى كيوي. فاكهة التنين. صحيح كم أنت ذكي. أين ال؟ مع السلامة. المهم هي أصلا متحكيش طح على الدري الأسئلة، تا يحفظ الصفحة كاملة ويعرف البلايص ديالها. هنايا كما كتشوفوا كندوزنا الفواكه والخضر، هنايا كيعلموهم كذلك بالنسبه للكره الكتب، يعني باقي لي زارتيكل طبعا بالعربيه والانجليزيه.
نفس الطريقه. غنمشيو الصفحه الاخرى. هنايا كيعلموا الطفل الجسم الانسان. دايرين الطفل هنايا غننشعل هنا. ايها الاطفال هيا بنا لنتعلم. غادي نديرو اجزاء الجسم. نتعلموا اجزاء مسكينه بلونغري ولا عربيه؟ العربيه. Children, نديرو بلونغري. Let's learn together. مثلا الحاجب هنا. Eyebrow. Touch your eyebrows. Eyebrow ها هو كاين هنا. وهنا مثلا الاصابع. Finger. Open your fingers. هما الاصابع هما هادو. تشاوروا لي الاسئله العربيه مثلا. ايها الاطفال هيا بنا لنتعلم. مثلا الركبه. المس ركبتك. المس ركبتك. يقول الركبه المس ركبتك. الدري غادي يلمس الركبه ديالو. شوف يقول هذه الركبه مثلا هنايا. شوفوا هنايا هنا شرطي عالم. لم الاشكال الهندسيه كذلك نفس الشيء. البنات غادي نبركوا على هذه الصفحه هذه. هيا بنا لنتعلم. غادي نبركوا نجمع الوان واشكال. الوان واشكال بلونغلي. Children, let's learn together. صافي دابا نحدي بلاك. بالنسبه لهاد الاشكال كما كتشوفوا هنا كيتعلم المويان دو ترونسبور يعني السياره. غنمشي عليكم باش عارفوا شنو هما. هيا بنا لنتعلم. ضروري هادي المرور. غواصه. سمعت الصوت ديال القطار. يطرح لنا سؤال. أين الرافعة؟ أين الرافعة؟ غتكون هي هذه. صحيح كم أنت ذكي. الصلاة. الطفل ديالك يتعلم الصلاة كل المراحل ديالها يعني من السجود ووقوف كل شيء وكذلك الأدعية لتحت. هما كاين الأدعية كاين لتحت. غنبرك على الصفحة باش تشوفيها. أيها الأطفال مثلا هنايا غندير الصلاة. الله أكبر. هنايا الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تعلم العباده. كما شفتوني دخلت هذه الصفحه ما بركتش على هذه بركت على هذه ديريكس لان هذه خليتها شاعله. عاد نتوما خاصكم تجيبوا الصفحه على الصفحه قد قد ما ديروش ديكالاج ما بين الصفاح. هنا العباده. هيا نتعلم الوضوء. النيه والتسميه وغسل الكفين. انوي الوضوء بقلبي واطول فمي بالسواك واقول بسم الله ثم اغسل مع تغليف الأصابع ثلاث مرات. هنا كاين القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بك. هنا الأدعية. دعاء الركوع. هذه هي الصفحه الاخيره اللي هي صفحه 13 هي هذه الادعيه كما كتشوفوا البنات. كتشوفوا البنات هذا الكتاب افضل هديه للطفل في مناسبه العيد ميلاد ديالو او عاشوراء او اي مناسبه اخرى. افضل هديه للطفل هو ان يكون عنده لعبه وفي نفس الوقت دراسة وكيستافد منها اللي هو هذا الكتاب الالكتروني. كنصح به الاطفال. انا هذا الكتاب هذا شريته لبنت اختي وقلت نشاركه معكم باش تشوفوا كيفاش كنخدموا به. وكذلك بنت اختي حتى هي ملي غتشوف الفيديو ان شاء الله
ملي غيوصلها غتعرف كيفاش تخدم به. كنتمنى ان نكون هاد انني شاركت معاكم وانكم استفدتوا معايا في هاد الفقره هذه. طبعا انا كنبغي ديما في الفيديوهات ديالي كنشارك معكم التجارب ديالي انا من فشيت هذه، ضروري نشاركها معكم كيفاش العمل ديالو، كيفاش كيفيات لا بالنسبه للاطفال ديالكم ولا بالنسبه لبنت اختي. وكنوجه لها تحيه من هذا المنبر وكنقول لها عيد مبارك، عيد ميلاد سعيد لوجين. والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله، وما تنسونيش باللايكات والبارطاج وما تبخلوش عليا بالكومونتير والتعليقات ديالكم. الى اللقاء.